عبيد 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 انتي مين يا عبيد 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 انتي مين يا عبيد انا اختكم عبيد يا بنتكم عبيد ايه ده يا حضرة الضابط مكافأة انا عايزة مكافأة مادية مش مكافأة معنوية الميزانية لا تسمح Happy birthday to you انت اللي بتدور على المتاعب عشان تروح لها سافر انت يا ماما مع السلامة لكن انا هفضل جنب بابا حبيبي وقعت العرق اللي طلع كسم ده العرق كويس من اللعيب امال بتعيد عليها ليه اصلا انا هايل كده اول ما حد يقول لي زبيقه اتقتلت انصب على طول وتقعد عينها تخرج انت السبب ازاي تسيبها تخرج لوحدها يعني اعرف انك كده جد بالشكل ده شفت بعيني محدش قال لي شفت ازاي احكي لنا وقولي رايح فين يا مسليني يا بدر حسنك حسنك قويني سبت المدام ليه بس يا عيني يا كتر خوف عليك يا سلام لا 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 انا كنت اتمنى اعيش معاه ان شاء الله في خيمه في الصحراء وعبيد عبيد ذنبها ايه؟ غور من وشي سمعت البي قالك ايه؟ غور من وشه يا طيرة طيري يا حمامة وانزلي بدهر والهامة انا مش عاوز اخسر اكفأ ضابط في المحافظة صندوق الدنيا يا صندوق يا اصل الفن يا صندوق قبل السينما ما تظهر خالص كنت انت مكتسح السوق لففنا معاك بالانغام خيصنا ورقصنا تمام على قولة اتفرج اتفرج يا سلام على قولة اتفرج اتفرج يا سلام صندوق الدنيا صندوق صندوق الدنيا صندوق تجنني هاتي بص بقى البابا ابعد عني لا تخرب الناس عليك وكافئ لمن يقبض عليك طيب ايه العنوان احنا لو قلنا لسعادتك ان احنا واقفين مستنيين الاوتوبيس هتقول دي عالم هجاصة بقى مال فكر فين افكر ازاي اخلص عليكي ايه المجرم يا بيه انا خايف على البنت دي قوي انا كمان زيك فين عبير بنتي